الفائدة الآن من الأم أن تعود وأن تأخذ أولادها من جديد بعقلية جديدة، بثقافة جديدة، برؤية جديدة. هذه الرؤية تكون فعل وليست ردة فعل، أي أن نصنعها نحن بما يتوافق مع عقلية القرن 21، وهي وهذا القرن سيكون خطير جدا، لأنه كما تعلم أستاذ مصطفى أنه يراد لنا أن يتم تفتيت المفتت، تجزيء المجزأ كما يقال. أنت تعرف أننا انسقنا في القرن 20 وراء توجهات هو أرادوها، الآخر أرادها بغض النظر إذا كان صديقا أو عدوا يظهر من خلال أنه صديق، لكن نحن انسقنا في واقع الحال صوب تلك التوجهات. آن الأوان لنا اليوم بأن نعود من جديد لكي نبدأ في الحاجة جديدة. لهذا السبب أنا رأيت أن زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان يحفظه الله إلى مصر، وهي أول زيارة له إلى المنطقة العربية، وهي يعني تكملة لما سبق من زيارات سابقة للملك عبد الله والملوك من قبله، أرى بأنها، وهو الملك المؤرخ بالمناسبة، يعني هو من أكثر الشخصيات الذي يعي التاريخ ويفهم التاريخ ويقرأ التاريخ قراءة جيدة، أرى بأنها ستكون بداية ممتازة. لهذا السبب الملك سيجلس بين أهله وإخوانه في مصر قرابة 5 أيام. الملك ستكون له رؤية جديدة اليوم، مثل ما عرفت أنه سيذهب إلى الأفرن العيني وسيقوم ب